يا اهلا بيكم مع فيلم من الجديد اللي بعنوان ريسايكل، وده صديقي واحد من الافلام الجميله والممتعه اللي قادره تبسطنا واحنا بنتفرج على الملخص بتاعه، وقادره كمان في نفس الوقت تفيدنا. وخلينا اكلمك شويه عن خطوره تلوث البيئه، وان العالم كله تقريبا بقى بيعاني من تلوث البيئه ومن المواد الكتيره اللي مش بتتحلل، لان في يوم من الايام ممكن تعمل كوارث. وده صديقي ملوش حل طبعا غير اعاده التدوير، واللي فعلا بقت معتمده في معظم دول العالم، ولازم نكون متفقين ان كلنا شركة في الكوكب ده، علشان كده لازم نحافظ عليه بحيث انه يفضل مرحب بينا اطول وقت ممكن، بدل ما يقلب علينا معلم واحنا مش قد قلبته. مش هكلم معاك بقى عن اللايك اللي انا واثق انك عامله. يلا بينا نشوف الفيلم الجامد ده بيقول ايه. بتبدا احداث فيلمنا وبنشوف واحد من علماء البيئه في لقاء تلفزيوني وبيتكلم عن خطوره البلاستيك، لان الناس كلها بترمي حاجات بلاستيكيه طول الوقت، وبما ان البلاستيك ده مش بيتحلل فهو هيعمل زحمه كبيره جدا على الكوكب واكيد هيضرنا. وساعتها المذيع بيقلق وبيتكلم مع الخبير وبيقول له طب احنا نقدر نعمل ايه. وقتها الخبير بيقول له عيب عليك يا باشا، ما تقلقش، احنا محضرين خطه زي الفل، عباره عن مجموعه صواريخ هتاخد كل البلاستيك والزباله اللي موجودين على كوكب الارض وهتطلع بيها للفضاء. لكن المذيع بيستغرب من الكلام وبيقول للخبير طيب احنا كده غالبا هنعمل تلوث في كواكب تانية وهتضر الفضائيين. لكن الخبير بيقول للمذيع يا عم واحنا مالنا، دي تبقى مشكلتهم هم، احنا مالناش دعوه. وفي نفس الوقت ده بنشوف عالم اسمه دكتور ميرك كيد بيكون بيسمع البرنامج على راديو عربيته، وبيعرف ان مقدم البرنامج والخبير بيحفلوا عليهم ومطلعينه على المسرح وعمالين يتريقوا عليه بسبب افكاره الغريبه بالنسبه لهم. وبيروح الدكتور ميركيت علشان يتقابل مع الفريق بتاعه، واللي بنعرف ان اسمائهم شاكر ونجاتي وجانار. وبنفهم يا صديقي انهم متجمعين علشان يتناقشوا في الطريقه اللي دكتور ميركيت طورها علشان يتخلص من كل المخلفات بدون تلوث على كوكب الارض او اي كواكب تانية. وبنفهم انهم مخططين علشان يقتحموا استوديو ويفرجوا الناس على الهواء الطريقه بتاعه الدكتور ميركيت، واللي هيقدر من خلالها يخلص كوكب الارض كله من القمامه والبلاستيك. وبيفضل دكتور ميركيت والفريق بتاعه يحاولوا يدخلوا الاستوديو وبيمشوا في مواسير كتيره، وفي الاول بيقعوا في حمام البنات وساعتها بياخدوا علقه محترمه، وبيطلعوا من الحمام علشان يدخلوا في ماسوره تانية لحد ما بيقدروا في النهايه يوصلوا الاستوديو فعلا. اول واحد منهم بيدخل الاستوديو بيكون نجاتي، وساعتها المذيع بيفضل يزعق له بينادي على الامن واللي بيجوا علشان ياخدوه. ودكتور ميركيت بيستغل وقتني الاستوديو خلاص ما بقاش فيها امن، وعلشان كده بيعمل دخول رايق وبيقول لهم انا جيت ليكم النهارده بالطريقه اللي هتريح كوكب الارض كله من اي مخلفات. وبيبدا دكتور ميركيت يعرض التجربه بتاعته، بيمسك كيس زباله وفي ايده الثانيه بيشغل الجهاز اللي هو اخترعه، وساعتها الجهاز بيطلع شعاع وبيفتت كيس الزباله لمكعبات كتيره، ودي حاجه بتخلي المذيع والخبير يفطسوا من الضحك. وبيقولوا ميركيت بيفتت اكياس الزباله علشان يخلي الزباله تكتر في كوكب الارض لانه بني ادم غبي، وبيفضل يتريقوا عليه وقت طويل. وطبعا ميركيت بيخرج من الاستوديو وهو محبط وزعلان جدا، وبيرجع لبيته بيقرر انه خلاص مش هيبقى مخترع مره تانية، وبيجمع كل الاختراعات بتاعته وبيقرر يروح يرميها في الزباله. وبنشوفه وهو بيجمع الاختراعات وبيظهر له روبوت قديم كان هو اخترعه زمان، وساعتها الروبوت بيفضل يطلب منه انه ما يرميش كل الحاجات ويفكر في قراره ده شويه. لكن ميركيت بيكون زعلان جدا وبيروح يرمي كل حاجه. وبننتقل علشان يشوف نجاتي واللي الحراس بيكونوا رموه هو كمان في الزباله، وهناك بيشوف اختراعات دكتور ميركيت وبيمسك الكوره بتاعت الزباله وبيضغط عليها، والكوره وقتها بتفتته لكائنات صغيره كتير. وبنعرف ان الفكره بتاعت الخبير اتنفذت فعلا، وتم اطلاق الصاروخ اللي اخذ كل الزباله اللي كانت موجوده في كوكب الارض، ومن ضمنها طبعا اختراعات دكتور ميركيت، وكل الزباله دي وصلت للفضاء. وهناك بنشوف الزباله لما بدات تندمج مع ارض الكوكب وقعت على برميل فيه ماده كيميائيه غريبه، وساعتها كل المواد الكيميائيه دي وقعت على الروبوت بتاع دكتور ميركيت واتفاعلت معاه. وبيعدي سنه على الكلام ده وبنشوف الروبوت بتاع ميركيت اللي بقى بيقدر يتحكم في نفسه، ونشوف مركبه فضائيه عماله تطارده، للاسف بيقدروا يعملوا له اصابه وبيخلوه ينزل على كوكب الارض. وبننتقل بالاحداث علشان نشوف شاكر ومامته وباباه وكمان معاهم نجاتي اللي بقى عباره عن 7 اجزاء، وبنعرف انهم في رحله للقطب الجنوبي. ولو سالتني يا معلم هم رايحين هناك يعملوا ايه؟ هقول لك ان دكتور ميركيت بعد كل اللي حصل ده جاله اكتئاب، وعلشان كده راح يعيش في القطب الجنوبي مع حاله، وهم بيدوروا عليه لانه الوحيد اللي يقدر يرجع نجاتي مرة تانية زي ما كان. وفجأة بيلمحوا حاجة جاية عليهم من بعيد، وبناخد بالنا يا صديقي ان ده الروبوت بتاع دكتور ميرك. وفعلا بيوصل الروبوت عندهم لكنهم مش بيكونوا عارفين يعملوا بيه ايه، خصوصا انه كان عطلان وبياخدوه بعدها علشان يحاولوا يصلحوه لكنه مش بيكون شغال. وساعتها بيدخلوا في اقرب كهف قابلهم وبيحاولوا انهم يشغلوه، وفجأة بيخرج ليهم دكتور ميركيت من الكوخ ده، وبنلاحظ ان شكله بقى مبهدل. لما بيقولوا له ازاي نقدر نصلح الروبوت ده بيقول لهم يا جماعة انا خلاص ما بقتش مخترع، ف
فككم مني. وساعتها مامي شاكر بتلاحظ ان في مخرج يو اس بي موجود في الريبوت، عشان كده بتقول انا هوصل التليفون بتاعي في المخرج ده. وفعلا الروبوت وقتها بيبدا يحمل وبيقوم يتكلم معاهم، وبيكون خايف وبيفضل يقول لهم لازم نمشي من هنا بسرعه قبل ما الفضائيين يوصلوا. لما كلهم بيستغربوا بيقولوا له ايه اللي هيجيب الفضائيين هنا، الروبوت بيقول لهم الفضائيين ناويين لينا على الشر وعاوزين ينتقموا من كوكب الارض كله بعد التلوث الكبير اللي احنا عملناه عندهم بسبب كميه المخلفات اللي بعتناها هناك بالصاروخ. وبيكلم روبوت معاهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا هقدر اهربكم من هنا، بس عاوز اي حد يوصلني بمركز اداره الفضاء. لكن ميركد مش بيعتمد الكلام ده كله، بيقول لهم معلش يا جماعه اتفضلوا كده من غير ما ترد، انا مش عاوز وجع دماغ، بلا فضاء بلا كوكب الارض بلا قرف. وفعلا بيطردهم من البيت، لكن بمجرد ما بيخرجوا بيلاقوا المركبه الفضائيه وصلت لكوكب الارض بالفعل. وساتا بينادوا على ميركد بسرعه علشان بيلاحظوا ان المركبه منشنه على الكوخ بتاعه، وبيخرج ميركد. وفي اللحظه دي مركبه الفضاء بتضرب صاروخ ليزر على الكوخ بتاع ميركد وبتدمره. وقتها ميركد والطاقم بتاعه مش بيلاقوا حل غير انهم بيركبوا موتوسيكلات الجليد وبيبداوا يهربوا من المركبه الفضائيه اللي بتهاجمه. وبنشوف قد ايه روبوت ذكي، علشان كده بيكون معاه عاكس بيحاول يركز بيها اشعه الليزر اللي المركبه الفضائيه بتضربهم بيها. وبيوصلوا بعد كده لبحيره متجمده، وساعتها جانان بتتكلم معاهم وبتقول لهم على الهادي يا شباب، لان اي غلطه هنا ممكن نقع، خصوصا ان مش ملاحظه ان الجليد هش وممكن يتكسر بسهوله. بس هنا بتظهر مشكلتين، الاولى ان الفضائيين نجحوا يشبكوا جهاز تتبع في هدوم جانان من غير ما تحس، والثانيه ان مامي شاكر بيكون مش عارفه تسلك الجاكيت بتاعها من التلج بعد ما تعطل موتوسيكل الجليد بتاعها، وبيتكسر الجليد من تحتها وبتقع، وساعتها للاسف الفضائيين بيقدروا ياخدوها معاهم. وبنشوف شاكر وهو بيقول انا مش هتحرك من هنا غير لما انقذ ماما، لكن الروبوت بيتكلم معاه وبيقول له خلينا نحسبها بالعقل يا معلم، احنا مستحيل نقدر نهزم المركبه الفضائيه دي مهما عملنا، عشان كده الحل الوحيد اننا نوصل لوكاله الفضاء وهناك هنقدر نتصرف. وبيلاحظوا كلهم ان المركبه الفضائيه بتقرب عليهم، علشان كده بيخافوا وبيجروا وبيلمحوا في الطريق غطا، ولما بيشيلوه بيكتشفوا انه مدخل لنفق سري وبينزلوا فيه. وبيلاقوا اجهزه كتيره، وبنشوف جزء من اجزاء نجاتي بيروح وبيفضل يدوس على الاجهزه دي، وساعتها بيبعت من غير ما يقصد استغاثه للمحاربين بتوع الكائنات الفضائيه ان في فضائيين بيهاجموهم، وقتها المحاربين بيستعدوا علشان يتحركوا. وبيلاحظ دكتور ميركت والطاقم بتاعه ان النفق ده موجود فيها غواصه، قبل ما يبداوا يفكروا بيلاحظوا ان الفضائيين خلاص قربوا عليهم، علشان كده بينطوا بسرعه وبيركبوا الغواصه، وبينجح روبوت انه يشغلها وبيقدروا يهربوا بيها من المكان لحد ما بيوصلوا لمدينه قديمه. وساعتها بيتفاجئوا ان المدينه مليانه بالزباله، وان المسؤولين بيضحكوا عليهم وما خلصوش الكوكب كله من الزباله ولا حاجه. وهناك بيشوفوا مطار قديم، وبمجرد ما بيوصلوا للمطار شاكر بيلاحظ ان جانان هدومها عليها جهاز تتبع، علشان كده بيشيله بسرعه. وبيتكلم معاهم وبيقول لهم لازم يا شباب نتحرك من هنا دلوقتي، لان الفضائيين عارفين مكاننا وكانهم بيتحركوا معانا وقدامهم وقت قليل، واكيد هيكونوا هنا. وللاسف معظم الطيارات بتكون متكسره، علشان كده الروبوت بيفضل يدور على طياره تكون معقوله شويه، لحد ما بيشوف طياره وبيقول لهم دي سليمه بنسبه 70% تقريبا، ونقدر نصلح اجزاء منها ونطير بيها علشان توصلنا للوكاله الفضائيه. لكن المشكله بيكون وقتها ان الطياره محتاجه تتجمع بشكل مظبوط، وساعتها شاكر بيقول احنا ممكن ناخد الجهاز بتاع دكتور ميركت ونحاول نعكس التاثير بتاعه، لان الجهاز بيفتت الحاجه، احنا بقى عاوزينه يجمعها. وساعتها دكتور ميركت بيقول لهم يا جدعان محدش يوجع دماغي، انا خلاص ما بقتش عالم ولا عاوز ارجع اشتغل الشغلانه دي تاني. وقتها الروبوت بيقول لهم ماشي يا شباب انا هتصرف، وبياخد الجهاز وبيفضل يحاول محاولات كتيره، لما بيفشل بيقول لهم عادي مهما كان عدد المحاولات المهم اننا ما نستسلمش. وساعتها الطاقم بتاع دكتور ميركت بيتكلموا معاه وبيقولوا له على فكره الجمله دي انت اللي علمتها لنا، وكنت طول عمرك بتعلمنا الاصرار، واننا مهما فشلنا نفضل نحاول لحد ما نقدر نحقق الهدف بتاعنا. ودكتور ميركت فعلا بيتاثر بالكلام بتاعهم وبيروح يساعد الروبوت، وبينجحوا في النهايه انهم يجمعوا الطياره بشكل مظبوط. ومش بس كده، الحوار ده بيفيدهم في حاجات تانيه كتير، زي ان دكتور ميركت بيقدر يرجع نجاتي مره تانيه علشان يبقى كائن واحد، وكمان دكتور ميركت بيتكلم مع الطاقم بتاعه وبيقول لهم انا دلوقتي عرفت الجهاز ده كان شغال ازاي، الجهاز كان عبقري بس كل العلماء الاغبياء ما كانوش فاهمين، لان الجهاز بيفتت المخلفات وبيرجع كل حاجه لاصلها، بمعنى ان البلاستيك لوحده والورق لوحده وهكذا، ودي حاجه لو اشتغلنا عليها نقدر نعيد تدوير كل الزباله اللي موجوده على كوكب الارض، ودي حاجه هتريح الكوكب كله وفي نفس الوقت مش هتضر اي كواكب تانيه. وبيتكلم الروبوت معاهم في الوقت ده وبيقول لهم خلوا بالكم يا شباب للفضائيين خلاص داخلين علينا. وبيوصل الفضائيين فعلا للمكان، وبنلاحظ ان الطاقم بتاع دكتور ميركت قدروا يخترعوا لنفسهم بدل خارقه. وبنشوف شاكر وهو عمال يحارب الفضائيين، وكمان نجاتي بيكون اخترع هو كمان لنفسه بدله، بس للاسف الفضائيين بيقدروا يرموا قنبله صوت على المكان، وساعتها الطياره اللي هم جمعوا
جمعوها بتتكسر، لكن بيجي لهم فكره ذكيه وهي انهم يقدروا يهزموا الفضائيين علشان ياخدوا المركبه الفضائيه بتاعتهم، وفعلا بيشتبكوا معاهم لوقت طويل. وبنشوف شاكر وهو عمال يحارب الفضائيين بمنتهى الشجاعه، وبناخد بالنا انه بيعطلهم علشان يدي فرصه لباقي زمايله يهربوا في المركبه الفضائيه ويروحوا ينقذوا مامته. للاسف البدله بتاعت شاكر بتتعطل في نهايه المعركه، وساعتها الفضائيين بيكونوا قريبين منه لكنه بيلمح الطبق الطاير بتاع الفضائيين وبيقرر وقتها يستخدمها علشان يهرب. وبنشوف دكتور ميركيت وناجاتي وجيانانو اللي بيكونوا قدروا يضربوا الفضائيين وركبوا المركبه بتاعتهم ويروحوا علشان ينقذوا مامه شاكر، وبيقدروا فعلا يوصلوا للمركبه اللي مامه شاكر مخطوفه عليها، وبينطوا من المركبه بتاعتهم للمركبه الثانيه وبيدخلوا للمركبه فعلا، وبيفضلوا ماشيين بهدوء علشان محدش يحس بيهم، وبيلمحوا مجموعه من الفضائيين قاعدين بيعملوا يوجا وبيستجموا وبيفرحوا انهم قدروا يوصلوا. لكن ناجاتي بيسند على عموده للاسف ووزنه بيكون تقيل على العمود، علشان كده العمود بيقع وبيوقع باقي العواميد اللي موجوده في المكان، وساعتها بتحصل دوشه كبيره والفضائيين بياخدوا بالهم من اللي بيحصل وبيجيبوا اسلحتهم وبيمسكوهم، وبياخدوهم بعد كده علشان ينتقلوا بيهم لمكان تاني، وهناك بيشوفوا مجموعه من الفضائيين قاعدين في حديقه كبيره، والغريب انهم بيلمحوا مامه شاكر وهي بتدي لهم دروس في القراءه والكتابه، وبنعرف وقتها يا معلم ان الفضائيين دول بصمجيه ومش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. بس الاغرب من كده بقى ان مامه شاكر مش بيكون فاكراهم لحد ما بتخبط كره في دماغها، وساعتها بيجمعهم وبتقول لهم فينكم يا شباب وحشتوني، ولما بيتكلموا معاها وبيقولوا لها يلا بقى بسرعه علشان ناخدك من هنا، بتقول لهم ما تقلقوش عليا على فكره الحياه هنا جميله ومفيش اي حد بيضايقني وانا مبسوطه جدا، وكمان دلوقتي هعرفكم على زعيم الفضائيين اللي بيجي فعلا وبيسلم عليهم وبيقول لهم المشكله ان موضوع رمي الزباله على الفضاء دي اذى كواكب كتيره جدا، لكن الحوار كله كان في كوكب تيرا اكس لان كان في روبوت موجود هناك، لما المواد الكيميائيه اللي كانت على الكوكب اتفعلت معاه بقى شرس جدا، ومن الوقت ده وهو ناوي على الشر لكوكب الارض، ومن فتره اصلا نزل لكوكب الارض علشان يدمره، وطبعا الكلام ده بيكون غريب جدا عليهم خصوصا انهم خلاص عرفوا ان الروبوت بتاع دكتور ميركيت، علشان كده بيفضلوا يقولوا له ازاي يا عم الروبوت اصلا ساعدنا اننا نهرب من الفضائيين، لكن زعيم الفضائيين بيقول لهم هو قدر يضحك عليكم وبيستدرككم علشان توصلوا لي وكاله الفضاء ويقدر يضرب الصواريخ بتاعته من هناك ويمحي كوكب الارض من الوجود. وبنرجع يا صديقي لميركيت وجانان وباقي الفريق اللي طبعا مش بيكونوا عارفين اي حاجه من الحقيقه، وبنشوف الروبوت وهو بيتكلم معاهم لكنه فجاه بيمسك السلاح وبيهددهم وبيقول لهم جه دلوقتي وقت الانتقام، وطبعا ميركيت بيكون مستغرب جدا وبيقول له انت السيستم بتاعك وقع ولا ايه يا عم انت؟ لكن الروبوت بيقول له لا يا دكتور السيستم ما وقعش ولا حاجه، ولكن الزباله اللي انتم رميتوها على الفضاء دمرت حياتي وحياه الكواكب الثانيه، وجه الوقت علشان ياخد حقي، وانت يا دكتور ميركيت اكتر واحد لازم يدفع الثمن لانك اخترعتني واتخلصت مني ورميتني في الزباله بمجرد ما حصل لك اخفاق لمره واحده. وبيظهر شاكر في الوقت ده، وساعتها دكتور ميركيت بيتكلم معاه بسرعه وبيقول له خلي بالك يا معلم علشان الروبوت ده طلع هو الشرير وبيستدرجنا علشان يدمر كوكب الارض، علشان كده دكتور ميركيت بيطلب من شاكر انه يعطل الكمبيوتر بتاع الروبوت، لكن الروبوت بيقول له فات الاوان يا نجم انا خلاص نقلت كل الداتا بتاعتي لجهاز التحكم اللي في ايدي ده وابدا اتحكم من خلاله ومحدش هيقدر يوقفني. للاسف الروبوت في الوقت ده بيدي امر اطلاق للصواريخ واللي بنعرف انها مليانه زباله وجايه علشان تدمر كوكب الارض وتملاه بالجراثيم والامراض. قبل ما الروبوت يخلع من المكان بيقرر يخلي شاكر البدله بتاعته علشان يخليه اضعف، وبيخلع بسرعه قبل ما حد يمسكه، وطبعا دكتور ميركيت ومعاه شاكر وجنان بيفضلوا يجروا وراه، لكن الروبوت بيقدر يمسك في صاروخه بيحاول يوجهه علشان يخلع بيه، لكن شاكر بيكون شجاع جدا وبيركب معاه في نفس الصاروخ، وبينجح كمان انه ياخد من الروبوت جهاز التحكم وبيرمي قنبله الصوت في غرفه تحكم الصاروخ. بعد كده بينط من ارتفاع عالي جدا، لكن جنان بتنجح وهي راكبه طبق طاير انها تنقذه قبل ما يقع من الارتفاع ده. وبنشوف شاكر وهو بيتكلم مع جنان وبيقول لها لازم نضغط على زرار جهاز التحكم علشان يرجع كل صواريخ المخلفات دي للفضاء مره ثانيه. وبنلاحظ يا صديقي ان الصواريخ بدات تظهر في كوكب الارض فعلا، لكن جنان بتتكلم معاه وبتقول له لا بالعكس احنا لازم ما نهربش من مشاكلنا لاننا اللي سببنا في المشكله دي من البدايه وعلشان كده لازم نواجهها، ومش بترضى تضغط على زرار التحكم وبتوصل الصواريخ فعلا لكوكب الارض وبتملاه زباله. وبيعدي سنه على الكلام ده وبنشوف نفس المذيع مع نفس الخبير اللي شفناهم في اول مشهد من الفيلم، وبيكونوا بيتكلموا مع بعض عن كارثه الزباله اللي مليت شوارع كوكب الارض السنه اللي فاتت، ولولا الاختراع العبقري بتاع دكتور ميركيت كان زمان الاوبئه والامراض قتلت الملايين، وبيقولوا انه فعلا الاختراع ده قدر يعيد تدوير كل الزباله ودي حاجه نشطت التجاره وخلت كوكب الارض يكسب مليارات، ده غير ان صحه الناس كلهم بقت احسن كتير. وبنشوف كمان حركه جميله من الخبير واللي بيعتذر على الهواء قدام كل الناس لدكتور ميركيت، وبيقول له انا اسف يا دكتور انت فعلا كنت صح من البدايه وكان لازم نسمع كلامك، وشكرا لك على اختراعك اللي انقذ كوكبنا.
بس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. ما تبخلش نعمل لايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيرة جاية قريب، واشوفكم على خير ومع السلامة.